أبنائي وزملائي المحامين، أهلا بكم ومرحبا في أولى جلسات معهد المحاماة لهذا الموسم القضائي. مؤكدين على أنه ما حدث اليوم من تزاحم ابتداء من الأسبوع أو ابتداء من يوم الأربعاء القادم سوف يصير قسمة عددية. القاهرة بفروعها الأربعة شمال جنوب شرق حلوان هيبقوا يوم السبت تقريبا، الجيزة جنوب وشمال، اليوبية جنوب وشمال يوم الأربعاء لليوبية. بحيث ان احنا ما نرهقش حضراتكم بالتزاحم، وايضا هيبقى في امكانية وفرصة للاستفادة المريحة لحضراتكم. والحقيقة في عدة حقائق يجب ان احنا نتمسك بيها او يجب ان انتم تبقوا على علم بها. في قانون جديد للمحاماة صدر بتعديلات جديدة جعل مدة التدريب سنتين، لا في ثلاثة ولا في أربعة ولا في خمسة، وبالتالي يجب أن يعلم كل واحد من حضراتكم أنه يهيئ نفسه للقيد الابتدائي خلال عامين من تاريخ قيده أو من تاريخ حلف اليمين، وأنه اللي هيتجاوز المدة أو المهلة القانونية بعد سنتين هيبقى خارج جداول نقابة المحامين، هيبدأ يعيد إذا ما أراد أن يعيد نفسه أو يكرر. فأرجو أن يكون الترك ليس عن إهمال، إما أن تكون مقبل على المحاماة فترتب أمورك على الالتزام بالمواعيد الجديدة، وإما أن تكون قد قررت الانصراف عن المحاماة وهذا شأنك لتريح نفسك وتريح أيضا نقابة المحامين. إحنا حريصين تماما على كل محامي يريد أن يتعلم المحاماة ويريد أن يبقى في المحاماة ويريد أن يتمسك بالمحاماة، يتمسك بها كرسالة إحنا مؤمنين بها، وأسلفنا العظام علمونا ده في مراحل مختلفة، فورثنا هذا الانتماء. انتماءنا للمحاماة هو انتماء وطني، هي وطنية صغرى، الوطنية الكبرى هي الوطن اللي احنا بننتمي إليه. فاحنا انتماءنا للمحاماة له مقومات وله أيضا شروط. من شروط الالتزام بقانون المحاماة، من شروطه الالتزام بقسم المحاماة، من شروطه أيضا الالتزام بالضوابط والأعراف والتقاليد. ولعلكم تذكروا إذا كنت كان حضرت معكم حلف اليمين إن أنا نبهت حضراتكم إلى إنه الزي مظهر من مظاهر المحامي الضروري الضرورية، محدش من حقه يترخص في مظهره لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب، لأنه مظهرك مرتبط بالمحتوى اللي أنت منتمي إليه، بالهيئة اللي أنت انتميت إليها، المحاماة اللي أنت انخرطت فيها. ما دمت قد أقبلت على المحاماة وقبلت قواعدها وشروطها، من أهم ضوابطها المظهر، غير مقبول تحت أي ظرف إن احنا نسمح ابتداء من الآن بزي غير بدلة كاملة. اللابس من حضراتكم غير كده لازم يدرك انه اخطأ في تقدير الموقف واخطأ في حق نفسه واخطأ في حق المحاماة. انت تعالوا اطلعوا على الدورات التدريبية للقضاء اعضاء النيابة، اذا لقيتوا فيهم حد لابس قميص وبنطلون
إذا لقيتوا فيهم حد لابس تيشيرت، إذا لقيتوا فيهم واحدة لابسة لبس مش منضبط، نقول إنه في حاجة تانية تشبهنا. لا، إحنا لا نقل شأناً. المحاماة والمحامين لا يقل شأناً ولا قدراً ولا مقاماً شكلاً أو موضوعاً عن شأن القاضي أو وكيل النيابة بأي حال من الأحوال. اللي حاسس منكم، وأنا قلت الكلام ده أكثر في أكثر من مناسبة، اللي يشعر فيكم مجرد إحساس إن هو بالمحاماة أقل شأناً من غيره من أقرانه في القضاء، يتركنا فوراً، مش عايزينه في المحاماة. إحنا عايزين المحامي الذي يعتز بانتمائه للمحاماة. ده مش عناد، مش مكابرة، لكن هذه حقيقة. إذا أنت ما شعرتش بأهمية الرسالة اللي أنت مقبل عليها، تبقى مش فاهم يعني إيه محاماة، تبقى جاي غلط، تبقى قاعد غلط، تبقى بضيع وقتك. فنتفق من الآن، لن يقبل يا أستاذ حسين تسجيل ولا حضور إلى الالتزام بزي كامل في معاد المحاماة مهما كانت الأسباب. اللي عايز يجي هو اللي هيستفيد، واللي مش عايز يجي احنا مش هنزعل، بس هو اللي مش هيستفيد. يعني اوعوا تفتكروا ان احنا حاطين حضور وانصراف علشان نكبلكم، لا، انتوا احرار، ممكن ما تجوش خالص، انتوا احرار، بس هنطبق عليكم القانون، هنطبق على المتخلف القانون. اتنين، اللي ما جاش فاتوا علم، فاتوا علوم، فاتوا ثقافه، فاتوا اشياء كثيره، هو ظن انه قدر يعني بيزوغ من المحاضره. لا، المحاماه مش كده خالص. المحاماة الحريص عليه أن كل واحد فيكم يبقى حريص أنه يتعلم في كل لحظة ومن كل مكان ومن كل موضع وبأي صورة من الصور المتاحة والمشروعة أنه يتعلم. اللي مش حريص على أنه يتعلم بيضيع وقته وبيضيع جهده، بيبدده، لأنه هفشل، مش هينجح. عشان تبقى محامي ناجح لازم تبقى مثابر على أنك تتعلم. هو حضراتكم حد يفتكر في حضراتكم انه القانون اللي درسه في كليه الحقوق 4 سنين يؤهله انه يبقى محامي؟ ما حصلش، مش صحيح، مش حقيقي. انت محتاج تتعلم قد اللي انت اتعلمته في الجامعه عشرات المرات، في شكل رساله، في شكل دبلومه، في شكل دكتوراه، في شكل ماستر، في شكل محاضره، في شكل دوره، في شكل دراسه، في شكل بحث. ممكن تتعلم من المحاكم، من حضورك الجلسات تتعلم المحامين بتترافع ازاي، بتتكلم في القانون ازاي، المحامين بترد على بعض في الدفوع ازاي، بينتقدوا بعض قانونا ازاي، تقرا الاحكام، تقرا الاراء الفقهيه، تقرا احدث ما وصل اليه، حكم جديد من محكمه النقض بيقول كذا في كذا، ده كل ده اذا ما اضفتوش لثقافتك القانونيه مش هتبقى محامي، هتبقى يعني، وهذا لا أتمنى لأحد منكم الفشل. فيجب أن تدركوا أنه القيمة اللي أنتوا هتدرسوها هنا مهما تضاءلت قيمتها العلمية مفيدة لك، وأنك لما بتلتف حواليها علشان ما تحضرهاش أو علشان تفوتها أنت اللي خسران. إحنا مش خسرانين حاجة، إحنا مش خسرانين حاجة، إحنا عايزين فقط الذي يبحث ويتعلم لصالح نفسه. في النهاية أنت إن أفلحت، أفلحت لنفسك ولذاتك ولمن حولك، لانه احنا يهمنا ان كل المحامين تبقى محامين ناجحه. ما يعني يضرنا ويؤلمنا انه يبقى في حد فشل، يؤلمنا، لكن بالقطع هو اللي هيتحمل نتيجه فشل، هو وحده اللي هيدفع الفاتوره الرئيسيه لهذا الفشل. ايضا العلوم مش علوم قانونيه فقط. اوعوا تفتكروا المحاماه هو انك تحفظ احكام النقض وكتب الفقه ونصوص القانون، لا لا خالص، ده مش كفايه، ده مهم انك تبقى مستوعبه وفهمه ودرسه، لكن مش كفايه. لازم تبقى عارف كل حاجه، تبقى عارف السياسه، تبقى عارف العلوم، تبقى عارف الصحه، تبقى عارف الرياضه، تبقى عارف الفضاء، تبقى عارف في علوم البحار، تبقى عارف كل حاجه، لانه الثقافه التي تضيفها لذهنك
أو لمخزونك الذهني من معلومات هو ده اللي بيميزك عن غيرك. المحامي المتميز يعني ممكن المحامين كلها تبقى في درجة واحدة من الكفاءة، قارئين قانون وعارفين أحدث الأحكام وبيعرفوا يرفعوا القضايا، بس اللي يميز محامي عن الآخر الثقافة المضافة له، لأنه بتخليه أقدر على أنه يحكم على الأمور صح وأنه يصل إلى نتيجة صح ويصل إلى نتيجة أقرب من غيره اللي ما أراش في العلوم المختلفة. فالاهتمامك بتثقيف نفسك في مختلف العلوم والفروع اهتمام في غاية الأهمية. إذا أنت أقلعت عنه أو ما دخلتش علشان تستزيد منه أنت في النهاية خاسر خسارة شديدة على المستوى المهني. دي أسس أرجوكم ما تنسوهاش بعد حين لما تكبروا وتبقوا أساتذة وعندكم أبناء بتعلموهم هيبقى عليكم مسؤولية أنكم تنقلوا هذه التوجيهات. مش أنا مش بدي تعليمات، مش بنديكم تعليمات، أنتوا أحرار، اللي هينجح هينجح ولا يفشل هيفشل، لكن إحنا بنديكم بننور لكم الطريق، لأن إحنا أصحاب مصلحة إنه الرصيد الذي يضاف لهذا الجيل من المحامين يكون رصيد محترم. إحنا أصحاب مصلحة في احترامكم، في إنكم تبقوا على أعلى مستوى من العلم وأعلى مستوى من الأخلاق وأعلى مستوى من الالتزام. ده اللي إحنا حريصين عليه وبنوجهكم له علشان دي مسؤوليتنا في التوجيه. وهتبقى مسؤوليتكم بكرة على أبنائكم أو تلاميذكم لمن سوف يستمر في أداء المحاماة أو في الالتزام بخطوط المحاماة. إذن نؤكد على المسائل أو القضايا الشكلية، الالتزام الشكلي والمظهري للمحامي. المظهر في غاية الأهمية، مش إحنا مش بنقوله بدعة، مش بنقوله علشان نهرق الناس، إنما بنقوله علشان نحافظ عليك، علشان محدش ينظر لك نظرة أقل مما تستحق، محدش يشك في إنك محامي، محدش يشك في وجهتك فيسألك أنت محامي. لما يستفسر أي حد يسألك في المحكمة أو في القاضي أو كنيابة أو أنت وأنت محامي، السؤال ده مش هيجي إلا إذا كنت لابس لبس مش كامل. 90% من مسؤولية هذا السؤال هو ده المظهر. فأنت بتنزل من عين السائل 50-60% من قيمتك بتنزلها، بتضيعها على ما تقول له لا ده أنا محامي. طب لابس كده ليه؟ لا يوجد أي مبرر، لا الأسعار ولا الغلاء ولا أي حاجة غير الاعتياد. ممكن الإنسان يبقى لابس قميص أو تيشيرت أغلى من البدلة، جزمة مش عارف إيه رياضية أغلى من جزمة الجلد. فالموضوع هنا مش موضوع اقتصادي علشان ما حدش يعني يدخلها أو يحورها، ما حدش يقدر يقول أصلاً أنا بروح شغل إداري. لا، ما شغل إداري أنت رايح بتقول أنا محامي، ولا أنت رايح تقول أنا حاجة تانية، أنا مهندس، أنا كنت ماشي في الشارع. لا، أنت محامي. محامي يبقى أنت ملتزم في مظهرك، يبقى وأنت رايح اسم الشرطة محامي، وأنت في النيابة محامي، وأنت في المحكمة محامي، وأنت بتتعامل مع أي جهة محامي. الجهة الوحيدة اللي أنت مش ملزم فيها في بيتكم، وسط أسرتك، وسط أصحابك، وسط أهلك، هو ده اللي أنت حر فيه، أنت أو أنت. المحامية أيضا من حيث المظهر، علشان ما بقاش فوت المسألة، احنا ما عندناش زي محدد، ما عندناش التزام لا حجاب ولا نقاب، لكن عندنا حاجه اسمها الاحتشام، الحد الادنى من الاحتشام اللي يحميك من ان تكوني محلا للعدوان. العدوان ده يكون ممكن يكون ايه، ممكن يكون ذهني في انه فكر فيك بشكل مش كويس، او بصري في انه بصرك بشكل مش كويس. الاثنين انا عايز احميك منه، والحمد لله انه اغلب بناتنا كده ملتزمين بالحدود الدنيا للمساله. اللبس الشفاف، اللبس الناقص، اللبس الملتصق، اللبس يعني انتوا عارفينه كويس. اللي البيت المصري المحترم بيلتزم بيه، واللي البيت المصري المحترم لا يلتزم بيه. انا عايز البيت المصري المحترم اللي هم الاغلبيه الكاسحه، لانه في النهايه انا عايز بنتي في المحكمه كل الناس تحترمها، ما حدش يبص لها نظره تنقص من قدرها ولا قيمتها، لا هي ولا غيرها ولا حتى زملائها يشعروا بأذى
من نظرة قاضي إلى محامي، أو نظرة موظف إلى محامي، أو نظرة موكل إلى محامي، نظرة سوق. فالمظهر هنا بيحميك وبيحمي زملائك وبيحمينا، بيحمي النقابة، بيحمي الهيئة اللي أنت بتنتمي إليها. فالمظهر هو مدخل أي عمل في المحكمة. لذلك أنتم ملتزمين، وده التزام مش فرض كفاية، ده فرض عين. كلكم ملتزمين بيه، مش هنسمح بالتنازل عنه. إذا حد فكر إنه يتنازل عن هذا الالتزام، إحنا هنحاسب. إحنا عندنا قواعد وعندنا ضوابط وعندنا قانون هيحاسب. ونتمنى ألا نحاسب أحد. تكلمنا عن التعلم والبحث والتدقيق، ده مهم. أيضا الأخلاق، القيمة الأخلاقية في المحاماة. المحاماة فروسية على فكرة، يعني ناس، بعض الناس عندها يعني الحالة الذهنية للمحاماة في بعض بتجدوها في الدراما مثلا، ان المحامي يطلع فهلوي، ازاي يخطف حق واحد، وازاي يدي حق مش عارف ايه، وازاي يسرق مستند، وازاي يركب قضيه، وازاي مش عارف ايه، فيبقى محامي كبير ومحامي ناجح. ده مش محاماه، دي سرقه، وده نصب، وده احتيال لا يجوز للمحامي ان يضع نفسه فيه. المحاماه خصومه شريفه. اولا لا يجوز للمحامي ان يعتقد انه هينزح حق ويسلمه لموكله من خصمه، لانه ده موكله وهو بينزع الحق. اذا فكر في ده يبقى محامي قاسي، مش صحيح. المحامي لازم يبقى مؤمن بسلامه مقاصد موكليه. انت صاحب حق ولا مش صاحب حق؟ مش صاحب حق مش هدافع عنك. في تدرج في المساله، في على المستوى الجنائي في حاجات مختلفه، في ناس بترتكب افعال وجرائم، بس في قانون عرف ظروف المخففه وعرف ظروف المشدده وعرف مناطق الاعفاء فيها من الفعل. يعني في تدرج في الموضوع، من الممكن المحامي ان يقبل ده بالشروط دي علشان يضع الفعل في وصفه الصحيح. انما المحاماه مش انك تخطف حقوق الناس. المحاماه هو ان تدافع عن حقوق موكليك، وان تصل حقوقهم ليس اكثر، وايضا بوسائل وادوات مشروعه، مش بانك تسحب مستند، مش بانك تاخد نوته المحامي الاخر عشان ما يحضرش في الجلسه عشان قضيته تتشطب وتضحك عليه وتقول انا اخذت منه النوته وهو لما جه القاضي نده القضيه اتشطبت. لا، مش شطاره المحاماه دي، مش كده. المحاماه ايضا اخلاق في التعامل مع موكلك، ما تكذبش عليه، ما تخدعوش. ده انت ملزم الا تخدع حتى خصم موكلك. انت مش ملزم انك تتخاطب معاه ولا تتواصل معاه ولا تدي له اي معلومات ولا تتكلم معاه، لكن ملزم ان تكون اخلاقك سويه في التعامل مع جميع الاطراف. انت تحترم نفسك. تحترم نفسك ازاي؟ تحترم نفسك بان تحترم الاخرين. في حد يقول احنا بنحترم القاضي عشان القاضي ممكن مش عارف يعمل ايه، وبنحترم الضابط علشان الضابط ممكن يعمل ايه. لا، الاحترام قيمه كليه. انت لازم تحترم اصغر موظف في المحكمه او في قسم الشرطه قبل ما تحترم اكبر واحد فيها. ليه؟ لانك لو احترمت الكبير بس فقط، لو احترمت الكبير فقط، تبقى انت خايف، تبقى انت مرائي، تبقى انت مش بتحترم نفسك، انت بتحترم خوف. وانا مش عايز المحامي يبقى خواف وهو بيحترم الناس، انا عايزك بتحترم عن قناعه، لأنك أنت بتحترم هنا بتحترم نفسك. لما بتحترم الحاجب اللي في المحكمة زي ما بتحترم القاضي وتدي له حقه وما تهنوش وما تجرحوش، هنا ما حدش يقدر يعتدي عليك ولا يجي ناحيتك، لأنك بتحترم نفسك، تحترم زملائك، تحترم خصوم زملائك في القضايا المختلفة. في ناس بتاخد المواضيع يعني بعصبية، ده ضد في القضية وكسب بتاع وأنا في الاستئناف لازم أكسره، كلام ده سلوك مش سلوك المحاماة. احنا اصدقاء وزملاء بما لا يمس حقوق موكلينا. ما ينفعش احكي اسرار موكلي حتى لزملائي، ما ينفعش اقعد وسط المحامين اقول انا عندي فلان الفلاني وعنده القضيه الفلانيه واجرسه وسط الناس.
انت مؤتمن على اسراره، على اسرار موكلك، فما تقولهاش لحد، لانه ما ينفعش تحكيها، ما ينفعش يتداولها غيرك، ما ينفعش تنقلها لغيرك، ما ينفعش تطلع في برنامج تلفزيوني وتقولها، اصل فلان الفلاني ما ينفعش، صاحب الشأن هو اللي يقول اذا كان عايز يقول، انما انت مش مصرح ليك ان تفشي اسرار موكليك، ولا انت تستخدم ادوات التجريح الشخصي حتى في التعامل مع خصومهم ولا مع خصومك، انما القانون هو اللي هو ادواتك، هو الورقه والقلم بتاعتك، اقوى من سلطه الضابط الشرطه، واقوى من حكم القاضي، لانك بتكتب بالحق اذا انت كتبت الحق، فلا تقل قيمه عن هذا الحكم ولا عن ذلك او عن تلك السلطه. لذلك قيمه الاحترام قيمه كليه غير قابله للانقسام، غير قابله للتجزئه، ما ينفعش احترم دول واسيب دول، احترم ده واسيب ده، لو جزأت نبقى مش بنحترم بعض. دي القيمه اللي انتوا يجب ان تتمسكوا بيها وان تدركوا اهميتها في حياتكم، دي هتنفعكم في كل حاجه، مش بس وانت محامي. المحامي ده مفروض انه لسه في مستقبل، انتوا لسه في بدايه حياتكم، امامكم مستقبل عريض ان شاء الله وكله خير باذن الله. اللي بيشتغل في العمل العام، اللي هيشتغل في عمل، اللي هيكون اسره، اللي هيربي اولاد، لابد انه دي تبقى ثقافته، وده يبقى حالته الذهنيه اللي مقتضاها بيساعد في تكوين مجتمع كامل. زي ما بدات مع حضراتكم قلت لكم انه احنا بنشعر اننا في وطن يخصنا، المحاماه ده وطن يخصنا، جوه وطن كبير احنا ايضا يخصنا اللي هي مصر، حريصين عليها زي ما حريصين على بلدنا، الاثنين مرتبطين ببعض، لانه ايضا المحاماه على فكره، المحاماه مش بس تدافع عن حقوق الناس، مش بس تدافع عن حقوق الافراد، مش بس ترفع دعوه تقول احنا مجرمون محاماه عشان ده سرق او نصب، ولا انه دعوه صحه نفاذ ولا دعوه شوف علاء، المحاماه ايضا دفاع عن حقوق الوطن، لانك مؤتمن بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا وبحكم القانون وبحكم الدستور انك تدافع عن بلدك بكل ما تملك من ادوات قانونيه للدفاع، لكي يكون وطنك ولكي يكون بلدك على اعلى مستوى من الادوات. يعني هو موضوع في غايه الحساسيه. احنا وانا قصدت ان انا اقطع اللقاء عشان اتكلم في الحاله دي، لان ده وارد انها تحدث. احنا مش ضد انك تبقى، طب هتروح المحكمه ازاي؟ يعني في النهايه معاك طفل. في النهاية هتروحي مكتبك ازاي؟ يعني لازم تضع حلول للحالة الاجتماعية اللي انتوا فيها. حلول للتعامل مع أطفالكم، للتعامل مع أزواجكم، للتعامل مع أهليكم، لأنه في النهاية ده جزء من المسؤولية. أنت في النهاية زي ما أنت محامية، أنت زوجة وأم. زوجة وأم عليك أن تنسقي هذا الأمر وترتبي أوضاعك على ده، لأنه مستحيل تخشي جلسة وأنت شايلة طفل. أو تترافعي وهو بيصرخ. يعني هذه أمور أيضاً غير مقبولة. ومش هتبقى مش حد ما فيش حد هيحتملها، لازم تدربي نفسك من اليوم على التعامل معها. في كل السيدات العاملات في الوظائف المختلفه ما بيصطحبوش اطفالهم معاهم في الشغل، مش ممكن، يعني هذا لا يحدث. فلازم يبقى ده ايضا في الحاله الذهنيه. انا مش زعلان من بنتنا، لكن انا اللي انا حابب انه يبان ان الناس تفهم ان احنا مش مخصصين عشان يعني مش قاعدين نسمع نجيب اطفالنا يقعدوا يصرخوا، ممكن يقعدوا بره، ممكن تسمع بره، يعني اذا حابب تسمع بره في سماعات بره، ونجيب سماعات بره للي معاهم اطفال موجوده، ويبقى في حمايه لمكان العلوم، لانه في النهايه هيجوا محاضرين هيتكلموا في مسائل دقيقه، هيتكلموا في مسائل قانونيه، يمكن انا بتكلم بشكل عام فالامر محتمل، يمكن انا بحكم الخبره والدرايه بمسؤولياتكم وبظروفكم احتمل، لكن علشانكم علشان الدوره تكتمل انا بعيد تاني التنبيه مشددا على انكم اصحاب هذه الرساله، وانكم شركاء فيها من الان، وهذه الشراكه تلقى عليكم تبعات ومسؤوليات. انا وجهتكم لبعضها والبعض الاخر في القانون، انتم عليكم ان تلتزموا به. أسأل لكم التوفيق والسداد، ولنقابتنا التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.